السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لزامي، كل شيء بخير. اللي مابوني اللي ما مابونيش، الناس ديال الفيسبوك ديال الفيس ديال الواتساب، العائلة، كل شيء. واش لاباس عليكم؟ لاباس عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم تجربة ديال واحد السيد كنت قديت منه شي حاجة ديال الشينوا. وهاد السيت معروف عالميا، كلشي كيتقدى منو، والاكثريه الناس كيسولوا كيفاش تقدى منو، كيفاش كدير هذا الفيديو ديال الناس اللي باغين يتقداو من الانترنت. يعني هذا الشيء حقيقه ماشي كذوب، يعني تقدى باغ انترنيت سيغ كارت غيشي والسلعه ما توصلك توصلك. وهذا الدليل، هاد الدليل، جاتني سلعة وباقي ان شاء الله تجيني سلعة اخرى مضمون عليها، وباقي غادي نبقى نتقدى ان شاء الله. غير خاصكم ما تقداوش شي حاجة فايتة 50 فرانك، يعني 10,000 ريال، 500 درهم مغربية، باش ما تبلوكاش ليكم عند الديوانة. المهم اليوم شي تقديتو انت 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 ان شاء الله شي تقديتو من نهار 11/2017 هذه كنت قديتها حتى هي 11/9، يعني نهار واحد غير الفرق ما كاينش بيناتهم بزاف، يعني قول 20 يوم باش وصلتني اليوم 4 في شهر 12، يعني كانت وصلتني نهار لافان ديال هذا الشهر، يعني 20 يوم. واليوم الاثنين جاب لي الفاكتور هاد السلعه حتى لباب الدار. اش كاين الداخل؟ كاينه شي حاجه ديال العيالات، ماشي مهم تعرفوا شنو هو هاد الشيء، شي ليكات ديال العيالات، وهنا شي لعيبات ديال الماكياج، شي ديال انتوما انتوما عرفتوا دوك لعيبات ديال العيالات. يعني انا شاد السلعه مقدها غير لواحد الاخت تما معايا، مقدي لها هاد السلعه وهاد الشيء، وباقي سلعه اخرى غادي تجيني ان شاء الله. انا بغيت نشارك معكم التجربه ديالي انتوما باش تاكدوا ان السلعه ديالها هي محمد بحاري، محمد بحاري يعني انا. ايوا اول حاجه بعدا لابد خاص يكون عندكم كونت في البنكه. الكونت في البنكة ماشي اي كونت، خاص يكون عندكم، خاصكم لابد واحد كارت كيشي اي بي. انا عندي بي ام سي او الزرقاء التجاري الخارجي وقيلة الداخلية بحال بحال. اي بنكة تقدر دير واحد كارت كيشي خاصة بالانترنت، بشراء من الانترنت، يعني كارت كيشي نخلص على شي 100 درهم في العام، ما كاين لا لانتيريس لا كاين شي حاجة ديال لانتيريس. إذا تقديتي شي حاجة يقطعوا لك واحد 10 دراهم. هذه في البنك اللي كنت عامل معاهم أنا، بحال هكا دابا تقديت هذه قول شي 40 درهم، هذه شي 40 درهم، قول 50 درهم. هادي في الفيرما في كتبغي دوز من البنك يدوز الالي اكسبريس، نسيت ما قلت لكمش بعدا علي اكسبريس هي اللي ملي كنتقدا هاد الخير. كنت كنتقدا قبل في ترينيديال، ترينيديال حتى هي معروفه. دابا اليوم هاد الايامات كنتقديت هادي، تقديت واحد الكروه ديال الموتور باقي ما جاتنيش، كنتسنى، ولكن الا تعطلات غادي ندوموندي يرجعوا ليا فلوسي، هادي ضروري. اي كان كارت كيشي ديال كتمشي للبنكه ديالك، بغيت نتقدم من الانترنت اش ندير؟ واش لابد نمشي كارت كيشي ولا كارت كيشي اللي عندي النيت نقدر نتقدى بها؟ هما كيقولوا لك اش دير اش دير اش دير، واش دير شي كارت كيشي اخرى؟ يعني انا دابا هاد بي ام سي يو باش نفسر لكم، عندي كارت كيشي، اسمعين تحركش خليني نهضر. كارت كيشي درتها ب 100 درهم في العام، كيقول لي شحال بغيتي تشارجي؟ 1000 درهم، كيطلقوا لك 1000 درهم، يعني الفلوس خاصها تكون في البنكه، البنكه ديالك، يعني 1000 درهم ما غاديش تشد يهزوها ويلوحها عليك،
يعني غادي يبقاو 1000 درهم انت شارجيتي كتبقى تشري بها تشري بها بما قادت 1000 درهم كتعاود تاني تمشي تشارجي كيقول لك تاني في العام مليون ما خاصكش تفوتها في الشراء على الانترنت 10000 درهم كيبلوكي وليك خاصك تبدل دوز عام ما عليناش هادشي ماشي ما يخلعكمش هادشي اي حاجه سهله هادشي كان كيخلعني في الاول ولكن والو تجربة خاصك تجرب تجرب تغامر دير اي حاجه تغامر تشري من الانترنت مالك انت شنو هي خساره 1000 فرنك شري لعيبه صغيره ب 1000 فرنك شوفوا الى وصلت زعم شري شي حاجه اخرى كبيره ثاني وشوف وقلبوا الناس كيشريو من الانترنت حنا المغاربه ما عندنا خوافين لا مشي على السوق داكشي كاين شي حاجه راقيه شي زعما باقي زعما دخل المغرب انتما بحال هكا 22 بياسه يب شي 30 درهم ولا شنو ها 22 بياسه ديال هادشي ديال الشتات ديال بون دي كرون شنو هو هادشي ديال ايوا سهل تقدم من الانترنت كتحل الي اكسبريس دير شي كونت باش كتكونيكتا بيه كتدخل بيه كتكوموندي السلعه ديالك عادي كتكوموندي كيقول لك واش بغيتي تخليها في السله زعما تخليها تحتفظ حتى من بعد وتقدا ولا بغيتي تشريها دابا كدير لهم بغيت نشريها دابا كيقول لك واه دخل العنوان ديالك دخل هادي دخل هادي كيقول لك الثمن ديال السلعه ها الثمن واحد الزياده كنزيدو عليك باش كنصيفطوها لك يعني هذيك الزياده لابد واحد 10 20 درهم على حسب السلعه اللي بغيتي تقدا كد كيديروا لك شحال هكا كيقول لك العنوان ديالك تكتب العنوان ديالك اكزاكت اكزاكت يعني الفاكتور ديال الفاكتور هو اللي يجيب لك السلعه حتى لباب الدار يعني تجبدها لا كارت ديالك توريك كيقول لك سلعتك زوين ولا ايوا كدير العنوان ديالك بالكامل نمره التليفون حتى هي نمره التليفون دايرها ودايرينها ليا ثاني حتى هنا مصيفطين ليا الكوليا بالنمره التليفون ديالي صافي استاذ 62 صافي هاديك هاكا كياتك ايوا الشغل هو هذاك كدير كيعطيو لك ثاني كيقول لك واه دير لاكارت كيشي ديالك لاكارت كيشي كدير هذاك 14 ناقم ياك 14 ناقم كيقول لك ثاني دير مدة الصلاحية انت غادي تسالي ليك بحال هكا 4 2020 كيقول لك دير لينا واحد ثلاثة الأرقام كيكونوا اللور واحد ثلاثة الأرقام كيكونوا اللور هذيك غادي تكون عارفة أي واحد كيكون عارف هذوك ثلاثة الأرقام كيكونوا خصوصيا في كارت كيشي يعني نقدر نوريكم دابا في شي تصويرة نصورهم نلوحها لكم بحال هادي دابا هادي ثلاثة الأرقام كيكونوا كتدخلو نتا هما صافي كتكمل المعلومات كدير اشتيماتنا صافي كتكليت صافي كيقول لك ميرسي بوغ اشتي هادي 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 ايوا كيقول لك واحد يومين ولا نهار كيصيفطوا لك واحد الكود هذاك الكود هو الكود بارير الا كتعرفوا كود بارير كيكون في اي سلعه اي منتوج هو هاد كود بارير هاد كود بارير هو هذا كيصيفطوا لك الكود ايوا كي قلت لكم كيعطيوك هاد الكود البارير واحد الكود كيعطيوه لك كيقول لك خاصك تبع هاد السلعه ديالك يعني تشوفها فين وصلات تشوفها فين وصلات يعني هي فين ما يماركيوها ماركيوها بداك لاباراي كتماركا كتدخل في السيستيم في واحد السيت كيقول لك راه كاينه هنا راه كاينه هنا راه غاديه راه هادي راه زعما صيفطوها لك في الطياره راه وصلت للمغرب راه في الدار البيضاء راه من الدار البيضاء شويه كيقول لك صيفطنا لاكادير من اكادير شويه كيقول لك هي في البوسطه ايتملول يعني صافي انا ساك في ايتملول يعني صافي هي هي يعني نهار غادي يجيبها لك الفاكتور حتى لباب الدار هكا هكا شي يمكن كتقدر زعما صافي كيجيبها لك فاكتور حتى لباب الدار هادشي اللي كاين هكا دابا غادي نشوفو في التليفون غنوريكم في التليفون كيفاش ندخل كيفاش هادي وهادي معلومات اخرى غنوريها لكم دابا في التليفون الداخل صافي السلام عليكم دابا نوريكم هذا التطبيق ديال الي اكسبريس وهذا ملي كنتقدا
حتى انا اللي تقديت هاد السلعه اللي وصلتني حتى لباب الدار. هكا كتدخل لي نهار الاول كتحل الكونت عادي، هو بالكونت باش حليتو ما كومون فين كتبغي تقدا شي سلعه، اي سلعه اي سلعه، نديرو اي سلعه هنا، نديرو هاد الميكرو هذا بغيت نشريه انا كاين غالي شويه 23 اورو. هكا كتجي كا اجوت او بانيير، اجوت بانيير زعما كديرها في هذاك السله، زعما كتخليها جمع، يعني كتجمع كوموند ديال كتشري دير اجوت، هادي كتاجوتيها كيقول لك اعزل الكولور اللي بغيتي، كدير شي كولور صافي، كدير كونتيني صافي، هي كدخلات واش بغيتي تشريها ولا الي او بانيا، فهمتي كيقول لك صافي هي كاينه في بانيا، بغيتي تشريها كدير اشتي ماتنو كونفير لو كوموند، كتكون في الاول ما عندكش لادريس دي فيرسيون، كدير لادريس ديال كل نمره التليفون، ثاني الكونت، الكونت ديالك ديال بيمون شتي كديرو كله، يعني هكاك كيقولوا لك هنا السلعه فون دير لي باع لك السلعه واشون شانزين ترادينغ، اللي بحال اللي قلتي الشركه اللي غتباع لك السلعه هاد سميتو، كيقول لك ها ميكروفون هادي شحال بغيتي، واش واحد ولا جوج، فهمتي، و اكسبيديسيون هو هذا الثمن اللي قلت لكم كيديروه ليك باش كيصيفطوا لك السلعه. انا كيقول لك كتب شي ميساج الا بغيتي، ما بغيتيش بلاش، كيقول لك ثاني كاربون فويندور اوكين كاربون ديسپونيبل، الا عندك شي كاربون كديروا لهم هنا واحد سميتو بحال قلتي فيه سميتو، معليش ماكشي ماشي مهم، صافي كدير بيمو ماتنو كتكليكي عليها، الا كليكيت انا غادي كوموند غادي يدوز ليا ديريكت غادي تخلص، فهمتي، دوز ليا فين كتكليكي عليها كيقول لك زعما ميرسي بور فوتر كوموند لاشتي. هي هذيك من بعد ثاني ندخلو من بعد كتجيك هنا في ما كوموند، يعني السلعه كتولي تطلع لك ثاني هنا اللي تقديتي، هاي بحال هكا هادي كنت هي باقي ما وصلتنيش، هاد كتسيرفيت هاد الكاسكيطه هاد اللعيبه ديال البسطام ميني بورت دوكيومونت كارت فيزيت هاد الميناج بورتابل بواط اتونش، هادي باقي ما جات، هاد جاوني هاد اللي قالت اللي وريناكم، وهاد ماكياج ديال الماكياج بودر فونداسيون جاتنا، هادي عندي، هادي باقي ما جاتنيش، هاد ديال الطاقه الشمسيه، هاد الكروات هي الكروه ضروري خاصني، شتا تعطلات ليا بزاف، فات ليا الشهر من شهر من 10 تسعود، شهر 10 تسعود دابا شهر 12 ويلي، ولكن غير كيعطيك واحد الاجل كتعاود تاني ديكلاري راه السلعه ما جاتنيش، كيشوفوا واش كيقولك واش بغيتيني نعاود نصيفطوها ليك ولا نصيفطو ليك فلوس، كتشوف نتايا كتهز الاختيار ديالك، ما عليناش. ايه دابا دابا بحال اي كوموند جاك تقديتي شي كوموند كي يقول لك سويفي، زعما من بعد كيقول لك هالكود صيفطناه لك سويفي، كيعطيوك الكود هنا، هاي نيميرو دو سويفو، هاي ترانسبور اليكسبريس ستاندارد شوبينغ، كيقول لك هاد اللعيبه هي كيقول لك كوبي هاد النيميرو، هي نيميرو دو سويفو كوبي، باش كيعطيوك هنا ديبار دي بي اوريجين، كيعطيوك هما هادشي من هنا من ديبار، هي هادي كولي اكسبيديسيون كوموند اتون ريبورت دي بي اوريجين، كيتي اون هون كيقول لك حنا اش دايرين هكا هكا، كوموند اكسبتي بار لو كومبينغ اريان ديبار دي بي اوريجين، زعما صافي شدا الطريق، وانا باقي ما عرفت واش كتجي في الطياره ولا الطيارة ولا سميتو، لكن ما عليناش، كتدخل لهاد كيقولك تاني او فو بروفي ايغلومونت اوتيليزي لو سيت ويب بور لو سوي، كتدخل لهاد السيت اوتوماتيك، كتدخل كتكليكي على هاديك 17 راك كتدخل لك بخوش، كتدخل لهاد السيت، هاد السيت هو اللي كدير فيه هاد لي كوبينا قبيله، كتكليكي هنا مزيان كتقول كولي
هو هذا الكود هو هذا، كتكليكي طرانش باش كيعطيك هكا، كيعطيك السلعه، هذا هو اللي كيعطيك السلعه فين كاين. ها هي كيقولك السلعه فين غاديه، فين وصلت، رمز البلد اوفدت الى الخارج، رمز البلد زعما سنغافورة بوست. انا كتكون مور كتكتب لك هنا اوفدت الى الخارج رمز البلد، دابا الشينويه باش كيترجموها بالعربيه ما كتكون حتى الترجمه ما كتفهم فيها والو، ما عليه قال لك راه 17 نهار 17 هادي اوفدت الى الخارج رمز البلد زعما ام ار صيفطات زعما المغرب، فهمتوا؟ هذا هو التتبع بحال دابا التي سليها اللي كنا تقدينا قبيله، هانتوما الاكسبريس، هانتوما السلعه اللي كانت وصلتني. هيا نديرو هاد هادو هدف بون فيرسيون، هانتوما في كتضغط على الفيرسيون غيسي كتطلع لك من نهار تصيفطات من نهار 11 17 اون لترونجي غيسي غوي اكازا صاي تاني نهار 17 تصيفطات نهار 28 شهر 11 وصلت للدار البيضاء، يعني وصلت في المطار. ما كنفهمش اون ديبار ولا شنو هو اونتر. وصلت لكازا تاني نهار 28 نفس النهار الرقبق نهار 30 تصيفطات لاكادير او سوفوار اونوي بيرو ديليفيرسيون اكادير. هيا تاني اكادير اكادير اكسبيرينس دوني اكادير نهار 30 شهر 11 لفان نهار 30 شهر 11 اليوم 30 شهر 11 جات امتى نهار العيد نهار الخميس نهار الخميس اليوم الاثنين جاتني السلعه وصلتني السلعه حتى لباب الدار. هي هادي صافي. وا شرحت لكم شحال من حاجه من الديبار حتى وصلت السلعة. ايوا اي واحد عنده شي سؤال مرحبا بيه، عندي قناة محمد بحاري فلوغ، عندي تمن فيسبوك محمد فلوغ، نخلي لكم كل شي اللي عنده شي سؤال بغي يسول هادي، وان شاء الله سلعة اخرى الى وصلتني تاني ندير على فيديو اي حاجه دابا كاينه ندير لها فيديو. مرحبا باللي بغى شي حاجه نتعاون معاه حتى يصيفطوا عليه تجي حتى لباب الدار. مرحبا بكم، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه لوحدين اخرين وقولوا لهم هانتوما الناس كتقدا شحال من حاجه وكتوصلهم حتى للدار اليكسبريس. مش عام واحد كيسول على اليكسبريس هالفيديو صيفطوا لي عباد الله، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك و بارطاجيو مع اصحابكم، والقناه ديالي مفتوحه لاي واحد بغى يتابونا فيها. مرحبا مرحبا بكم، اي واحد بغى يتابونا في لاشين ديالي في القناه اللي كاينه في اليوتيوب. وش نقول لكم ساعه ساعات لله كيف كنقول ديما في اخر الفيديوهات ديالي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.